اخوان، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واللوك ديال اليوم الاخوان درت لكم خصيصا على الحوار والنقاش اللي دار بيني وبين احد مكسبة سوق الخميس تمحضيت على الارباح اللي تنربح من القناة. الحمد لله الاخوان، يعني كاينين متتبعين الحمد لله، هما اللي تيخليونا يعني نتسوقوا السوق ونعطيو بعض الاثمنة وندورو ونلقطو لكم اجود ما كاين في السوق، الله يدير الخير. وهنا الاخوان غادي في التالي ديال الفيديو ان شاء الله غادي نسكريني الارباح وغادي نحطها لكم، الله يدير الخير. السلام. اللهم بارك. الله يسهل الامور. الله يجيب التيسير. الله يسخر. تحياتي للناس العناصر الناس الصفر. الله يسخركم لعنكم. اميرو داكشي انت هنا كتخلصوا عليه، حنايا غير كتولونا نفرق انا وياك نفرق انا. ايوا نخلص عليه. شحال غادي نربح؟ شحال تربح؟ ايوا دابا بلاتي غير اللي تلاقيت به تربح تربح عاد تربحوا تربحوا ما كتربحوش غاتوصلوا لعباد الله المعلومه على الخبر خاوي تخدموا برقاقه. شوف شوف دابا هكا تخدموا حنا هذا الشيء هادشي ما غاديش نحيد والله ما نحيده غادي. شوف دابا انا تخدم بحال شي برقاق على شي ما كاين ما كايناش المشاهده ما كاين والو كاين هو اللي كتوصل واحد. شوف شوف اللي كتوصل واحد واحد عدد راه كتخلص عليه كتخلص عليه. اه الله يرحم والديك. بغيت نبين لكم نحط لكم كاع الرولوفي ديالي نحطو كاع. انت متتبع ولدك متتبع انت متتبع نحط لكم الرولوفي نحطو ماشي مشكل. يخدم يخدم والاغلبيه. شوف الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يسهل عليك. لا 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 هادشي راه كاين راه كيخلص عليه تيهضر راه كيخلص عليه. ولكن شوف الاغلبيه هذا هو الرقم ديال هذا هو الرقم ديال العناصر. انا هو الرقم ديال العناصر هو الامين ديال السوق. تبارك الله ديال العناصر ديال العناصر. بسم الله راك معروف. الله الله يبارك فيك. ولا كاين هذا الشيء شي هضره اللي قال سي مصطفى هو راه تيضحك فهمتي راه عارفه هنايا علاش انا جاوبته حيت عارفه عارفه تيضحك راه ماشي من راس صورت معاه ماشي تيصور ديما تنصور معاه ولد الله عمر اجي حتى للدار كنا زيد غير مجموعه طعام غير الاغلبيه ديال الناس تشوف تتصور تيقول لك راك تتصور راك تربح. لو لقينا شوف شي لقينا تبعنا التليفون هذاك لينا الخبز بكري والله ما توكل حتى الخبز وكاين الناس اللي مكلها الخبز لا على بركه ولكن انا راه ما مكلنيش فهمتي. اه هادشي اللي كاين غير كاين واحد البيئه الناس ما متبعينا وهادي ما بغيناش نطلعوا عليهم هما والله الا بعض المرات تنجي للسوق تنقول ما نصورش كاع وفي التالي ودي كاين واحد الناس تتسناو يلا غنمشيو نفطر. الله يسهل الامور. تبارك الله عليك. هنا الاخوان في تجمع الحصيصه وهذا نوصلوا الناس اللي ما قارياش 25 دولار يعني 25 فرانك تقريبا شي 5000 ريال.